تمام، في بعض الايماءات والاشارات الكتير قوي اللي بتبدا منذ الطفوله. يعني حتى الطفولة من فتره الرضاعه دايما بنشوف الاطفال بيتعاملوا بجسمهم وبحركاتهم اكتر ما بيتكلموا، لسه ما بيتكلموش. فهل ده بقى بيبقى ده شكل طبيعي يعني؟ ده طبيعي طبعا. يعني في حاجات معينه طبيعيه وفي حاجات لو استمرت لا لازم تتعرضوا على دكتور. زي يعني مثلا الطفل اللي دايما بتلاقيه ماسك ايده او عامل قبضه ايده، قافل قبضه ايده، ده لو قافلها يعني مؤقتا وبيفتحها ده دليل على الجوع او مثلا توتر بسيط. لو استمر فتره طويله ايده مقفوله لا لازم يتعرض على دكتور، ممكن يكون عنده مشكله في الاعصاب، مشكله في العظام. في برضو الشخص الطفل الصغير اللي بيقعد يرفس برجله، بالذات دي بنشوفها لما الطفل يكون سعيد قوي او بيستحمى او عنده مغص في البانيو. لا عنده مغص ساعات برضو بيرفصوا جامد وعنده مغص، عنده مغص بيبدا يمسك في ودانه. يمكن مسكه الودان دي اكتشاف للودان، المكان الجديد اللي هو حاسس ان هو حاجه جديده بالنسبه له. وفي نفس الوقت ممكن يكون الم في الاذن او تعبير عن الم اللي في المعده بمسكه الاذن وهو بيعيط. لو هو ماسك ودنه عادي وفير ما فيش اي مشكله، ده بيبقى ايه يعني شعور كده او احساس او دلاله ان هو يعني بيكتشف الحاجه سعيد بيها. في برضو اشاره وايماءة تانيه للطفل الرضيع، اشاره اللي ممكن يكون يعني عامل ايده كده. ده معناه ايه؟ هو كده مل اللعب خلاص. يعني بيقول لك بقى كفايه كده بقى خلاص. يعني وساعات بقى ممكن احنا نحب نلعب ونعمل خلاص هم زهقوا فبيبتدي يعمل كده، فكده يا جماعه يعني الطفل خلاص زهق من اللي قدامه. في برضه شيء تاني في طريقه تانيه وحركه تانيه، حركه التقويص الظهر. ده بيبقى شعور بالالم، شعور بالاضطرابات في الامعاء، فبالتالي ده رساله لازم الام او الاب يعرف كويس جدا. تمام، ده بالنسبه للطفل. خلينا بقى بالنسبه للكبار، ازاي يعرف ان اللي قدامي مثلا مشاعره حقيقيه من ناحيتي؟ في هل ان هو مثلا بيتصرف بعض التصرفات او لغه الجسد بتاعته تعرفني اذا كان الانسان ده بيكذب عليا او مشاعره ناحيتي مزيفه؟ خليني اقول لك على حاجه مهمه قوي، هي لغة الجسد أصلاً يعني مذكورة منذ قديم الأزل. دي من زمان جدا، مش وفي كتب اتعمل عليها وفي فلاسفة. ده قبل الكتب كمان. قبل الكتب هي مذكورة في القرآن. يعني يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الآية دي بتشهد علينا الأجساد، الجسد بتاعنا بيشهد علينا في الآخرة. أكيد بيشهد علينا في الدنيا، بيدي إيماء. بالظبط. حتى في قصة سيدنا مريم لما طلب منها إن هي ما تتكلمش لمدة 3 أيام فأشارت إليه. قرآن اهو، فأشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، وتحدث بعد كده الحديث المعهود بتاعه. فالسائل حتى كمان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يجي يتكلم دايما يجي بالإشارات، أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. فدي مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة. إذن فهي على مستوى العالم بقت شيء أساسي. أنا النهاردة هنفترض النهاردة وأنت بتتفرجي على النشرة بتلاقي رئيس أمريكا وليكن مثلا ترامب واللي هو القديم يعني القديم ولقاء قوي جدا بينه وبين بوتين، لقاء العمالقه زي ما بيقولوا. تمام. بتجدي احيانا ممكن بوتين وهو بيسلم عليه السلام حديدي شويه. ازاي؟ يعني اللي هو